مشروع جديد يجمع معهد الكويت للأبحاث العلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث سبل الاستزراع المستدام في الكويت وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. عندنا كثير من الأراضي في الكويت متأثرة في الملوحة، لذلك يصعب التعامل معها للزراعة، وعليه فإن هذا التعاون يهدف إلى استخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحديثة لتحسين هذه الأراضي وإزالات هذه الأملاح واستخدام الأصناف المطورة حتى تنتج إنتاج مكثف داخل هذه الأراضي. التعاون يسعى للاستفادة من تقنيات نووية من شأنها تحسين التربة والاستدامة الزراعية. تحدي من تحدياتنا في الواقع الحالي هو عقلية التملح، وجود الملوحة بنسبة كبيرة في التربة يمنع الزراعة بشكل عام، فعندما يتم الاستخدام الطاقة الذرية وبعض التقنيات يتم الاستفادة منها لتحسين الوضع التربة، وبالتالي ممكن تصير نباتات، بل أبعد من ذلك عندما يتم زراعة نباتات تتحمل الضغط الجوي، تتحمل الحرارة، تتحمل الملوحة، بطبيعة الحال هذا سوف يؤدي إلى تحسين الزراعة. مشروع إقليمي هدفه حل مشكلة عربية مشتركة عبر خطة تعالج الأراضي الصحراوية وتحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجها الزراعي. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.